صباح الخير رشا. يسعد صباحك يا سلمى. يسعد صباحك وصباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يكون خير عليكم، واكيد بنتمنى طبعا مثل ما بنقول كل يوم بداية نهار هو بداية ليوم جديد يحمل معه طبعا تحقيق كل الامنيات والانجازات لكم على جميع الاصعدة. محطات عديدة رح تكون معنا اليوم، رح نفصلها مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن مثل العادة بدي ارجع اصبح عليك رشا. كيفك اليوم؟ كيف شايف الجو؟ اليوم غير الجو، في منخفض قالوا امبارح كان كثير برد امبارح، يعني قلب الطقس خلال ساعة. في شمس، تحس الشمس بس ما بتدفي، يعني لا ما بتعطي، وفي ساعة ان شاء الله هيك تكون هالايام خفيفه علينا. ومثل ما قلتي يا سلمى، اليوم نحن سوريين امنيات وحده بالخير والصحه والسلامه وجبران الخاطر، وان شاء الله يا رب تكون الايام اللي جايه تحمل لنا الانفراجات على جميع الاصعدة. صباحكم خير على طول، وغير مع كل شيء، كل حدا بتحبوه بحياتكم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، ولكن كالعادة فاصل وراجعين. أما هلأ سلمى، قبل ما نروح لأولى فقراتنا وأول تقاريرنا لليوم مثل العادة ذاكرة الأيام، وخلونا نشوف أهم التواريخ اللي تسجلت في مثل هذا اليوم. اليوم 7 آذار، بمثل هالتاريخ سجلت كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1849 حل البرلمان النمساوي. بعام 1876 ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع الهاتف. بعام 1912 أعلن روال أمندوسون أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي في 14 من كانون الأول عام 1911. بعام 2009 تصميم التلسكوب الفضائي كيبلر من أجل اكتشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه. وبتاريخ 7 آذار شهد ولادة عدد من الشخصيات. بعام 1785 أساندرو مانزوني الذي اعتبر من أكبر روائي إيطاليا عبر العصور. وبتاريخ 7 آذار شهد عدد من الوفيات، وكان أبرزها بعام 1954 أوتو ديليس عالم كيمياء ألماني حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950. رشا، رح نروح لتاني محطة من محطاتنا ورح نحكي عن مصطلح فيها هو الذكاء العاطفي. كتار مننا بس يسمعوا هذا المصطلح بيعتقدوا أنه نحن عم نحكي فقط عن طريقة تعاملنا مع الشريك أو مع العائلة أو بالحياة العادية، ولكن الذكاء العاطفي إذا استثمر بطريقة صحيحة ممكن يكون له فوائد كتير حتى بالحياة المهنية. لنتعرف على التفاصيل خلينا نروح ونشوف زميلتنا سونيا. سونيا نصر الله شو عملت بهالتقرير؟ كيف تستثمر ذكائك العاطفي لتكون ناجحا في عملك؟ الذكاء العاطفي هو قدرة الشخص على فهم ومعرفة عواطفه وإدارتها، وهو من المهارات الهامة في مكان العمل، فهي تمنح الشخص القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وتؤثر بشكل إيجابي على العلاقات بين الزملاء والرؤساء في بيئة العمل. من أهم الفوائد للذكاء العاطفي في بيئة العمل القدرة على التكيف مع التغيير، فالأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عاطفي عالي لديهم قدرة على التكيف مع كل التحديات التي تطرأ في العمل بسهولة ومرونة أكبر. حل الخلافات، يستطيع الموظف الماهر والمجهز بالذكاء العاطفي التعامل مع أي مشكلة تطرأ بتعقل وإيجاد حلول مرضية بين كل الأطراف المتنازعة. الحكمة في التعامل مع الشخصيات صعبة الميراث، فالتعامل اليومي مع شخصيات صعبة يسبب الإحباط والإرهاق، لكن بالذكاء العاطفي نتمكن من السيطرة على مشاعر الغضب وعدم ارتكاب أخطاء أو التفوه بأي كلمة دون التفكير مسبقاً بعواقبها. التركيز التام في العمل، يجب إيلاء أكبر اهتمام للمهام الموكلة لنا في العمل دون الانشغال بأي أمور سخيفة تعطل مسير العمل. الحكمة والشجاعة، من الضروري التحلي بالحكمة عند قول أي شيء في مكانه المناسب
والانتباه لاختيار الكلمات والشجاعة في التعبير عن رأينا طالما يصب في مصلحة العمل، تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي. فالذكاء العاطفي يساعد على تحسين مهارات التواصل ويحسن كفاءة الموظفين ويسهم في زيادة قدرتهم على تحمل ضغوط العمل ورفع مستوى رضاهم الوظيفي، مما يحدث فارقاً إيجابياً في المسار المهني ككل. من حسن الحظ أن مهارة الذكاء العاطفي هي من المهارات المكتسبة، ومن الممكن التدريب عليها بالشكل السليم، وذلك من خلال توفير فرص للموظفين لتعزيز هذه المهارة للوصول لبيئة عمل متناغمة تعكس الرضا وتستثمر النجاح على المدى الطويل. كنا عم نشوف سلمى تقرير عن الذكاء العاطفي، واليوم نحن مانو مستثنى من مهارات التواصل الفعال. خلينا نقول انه هو جزء جدا كبير من مهارات التواصل اللي نحن ما فينا نتجاهلها بحياتنا. اليوم عم نحكي عن موضوع هو ركيزه بحياتنا، ركيزه بنجاحنا. اليوم حتى نقدر نتعلم هاي المهارات صح، اكيد حيكون تاثيرها جدا ايجابي على نجاحنا، على عملنا، على مجتمعنا، وحتى على علاقاتنا. صحيح رشا، بيقولوا اذا أردتي أنه أنت يكون عندك علاقات ناجحة ومتينة أو مثمرة، هاي العلاقات سواء بالعمل، بالحياة، بأي شيء، لازم يكون عندك تواصل فعال. طبعا التواصل الفعال له كتير أسس وأيضا آليات رح نتعرف عليها اليوم، ونشوف إمتى نحن بنكون قادرين لنخلق هاي البيئة بحياتنا. كل هاي الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عليها ضيفنا مدرب التنمية البشرية الأستاذ وجيه البني. صباح الخير ويسعد أوقاتك أستاذ. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن موضوع مثل ما قلنا بالمقدمة هو ركيزة بحياتنا، عم نستخدمه كل يعني يوميا بعملنا، بمجتمعنا، بمحيطنا بشكل عام. ولكن إذا بدنا بموضوع التنمية البشرية نعرف بمهارات التواصل بشكل علمي. تمام. طيب التواصل هو أحد مهارات الموارد البشرية، وبما أنه نحن الإنسان كائن اجتماعي بحد ذاته، فهو ما بيقدر يعيش منعزل، فهو بحاجة لهذه المهارة أنه يتعامل مع أنماط مختلفة من البشر. نعم. نحن مثل ما قلتي حضرتك بنقضي 70% من يومنا بتواصل، من أول ما بنفيق من النوم لحتى وقت النوم، حتى وقت نقرأ كتاب نحن عم نتواصل مع الكاتب، فنحن على شكل تواصل بشكل دائم. فالتواصل هو عملياً هو عملية رح نقول تفاعلية بين طرفين. هدف الأساسي هو نقل فكرة، معلومة، مشاعر تجاه الطرف الآخر، والطرف الآخر بدي أنا أفهم حقيقة المعلومة اللي قال لي إياها ومشاعره واحتياجاته، فهي عملية تبادلية. ما بنقدر نفهم بعض إذا ما كان عندنا هاي المهارة الأساسية. طيب أستاذ وجيه، حكيت نقطة كتير مهمة. دائما لما بنحكي على التواصل بنقول لحتى أفهم الثاني أو الثاني يفهمني، ويمكن أوقات كتير ونحن عم نحكي مع أي شخص وبنقول عدت له القصة 100 مرة وكأنه ما فهمني أو ما فهم علي شو بدي، والله أنا كتير واضحة. هذا الشيء بخلينا نسأل شو هي الميزات أو المهارات اللي لازم يمتلكها الشخص ليكون تواصله مؤثر بالآخر وفعال، يعني مو مجرد أنه أنا عم أقول فكرة والآخر ما عم يتلقاها. ورح أبدأ من الفكرة اللي حضرتك قلتيها لأنه كتير مهمة. نحن دائماً بنعيد الفكرة أكثر من مرة لنفس الشخص بنفس الطريقة، وبنقول هذا الشخص ما فهمني، ولا مرة فكرت أني أنا بدل بالأسلوب تبعيتي. صحيح. فأول شيء المهارة لازم أمتلكها أني أنا أعرف أنماط الأشخاص اللي عم بتعامل معها. فنحن لازم نعرف انه في انماط للاشخاص. هي الانماط، في انماط هي بشريه لها علاقه بالطريقه اللي بيستقبل فيها الاشخاص. عندنا اشخاص بتستقبل المعلومات عن طريقه بصريه، في اشخاص عن طريقه سمعيه، حسيه، منطقيه. بالمقابل كمان الاشخاص مختلفين بعاداتهم، بثقافاتهم، باعمارهم، بانتماءاتهم. في هذا كمان اليوم بيخليني انه هذا الشخص هو تبرمج على هذه الطريقه، فهو بيفهم بهذا الاسلوب. معناته هي اهم مهاره هي مهاره المرونه، القدره على التكيف مع اكثر من نمط، القدرة على تغيير من أساليب اللي أنا بعمل منها. نحن دائماً بنقولها يمكن التواصل بين مدير لفريق عمل، من أنسة لطلابة. في حال أنا اليوم هذا الشخص ما فهم علي، ما تحاول تعيد بنفس الطريقة، حاول تفهم الشخص بحيث أني أنا بدل من أسلوب تبعيتي. فواحدة من القصص اللي لازم تكون عندي إياها هي هذه المهارة، هي مهارة التكيف. المهارة الثانية العكسة اللي أنا بدي استقبل المعلومة، لازم يكون عندي الانصات. شو الفرق بين السمع والانصات؟ الانصات هي حقيقه انا اسمع المعلومه وافهمها تماما. فكمان انا لازم يكون عندي مهاره الانصات لافهم المقابل الشخص الثاني شو عم بيقول لي لحتى اقدر انا اكون اعطيه المعلومه الصحيحه.
فهدول المهارتين أساسيات بالتواصل حقيقة. طيب أستاذ، كتير بتمرق بحياتنا ونشوف ناس مميزين باختصاص عملهم، عندهم بصمتهم الخاصة بالعمل، ولكن بالمقابل بتحس أنه هنهم عندهم ما عندهم القدرة لإيصال المعلومات بشكل صح، أو عندهم خجل، عندهم شيء دائما عم يطغى على هذا النجاح، شو بيكون السبب؟ هلا كمان الشيء اللي قلتيه حكيتك حضرتك قلتيه هو شيء كثير مهم. نحن دائما بنقول الانسان الناجح هو ما ضروري يكون اللي عنده العلامات العاليه بجامعه او الى اخره، تماما. هذا الشيء وين بدي اكسه؟ يعني انا وين بدي يكون عندي بصمتي بالنجاح؟ بالمجتمع. فلازم اعرف اوصل افكاري. كثير في اوقات شباب نحن بنكون عندهم حقيقه افكار حلوه بس هن ما بيقدروا يطرحوها، فهن اليوم حقيقه بيكونوا بيحبطوا اكثر لانه هن ما بيقدروا يحطوا هي البصمه. فنحن دائما بنعلم الاشخاص انه انت لتقدر توصل فكرتك لازم توصلها لانماط مختلفه من الاشخاص، لازم تعرضها بالطريقه الصحيحه. مشان هيك اليوم اي ريادي اعمال كبشريه او موظف او اي مهنه نحن بنشتغل فيها بندربه على شيء اسمه مهاره التواصل لحتى يقدر ينشر فكرته. الفكره اذا ضلت حبيسه الشخص ما راح يستفيد منها، هي لازم تطلع لهذا المجتمع. مشان هيك بنلاقي الاشخاص الناجحين هن الاشخاص اللي عندهم براعه اتصاليه عاليه. في دراسة بتقول الأشخاص الناجحين يمتلكون 85% براعة اتصالية و15% هي عبارة عن شهادات وخبرات. فتخيلي قديش النسبة كبيرة حقيقة فرق إلى علاقة بالتواصل. طيب أستاذ وجي، يعني كتير أوقات بنسمع أنه مثل ما كنا عم نحكي هلأ قبل شوي وشفنا تقرير عن الذكاء العاطفي، الأشخاص اللي بيمتلكوا قدرة أنه هن يعرفوا يتحكموا بنفسهم وشو عندهم مهارات بيكونوا ناجحين أكثر من غيرهم بالتواصل. وانت قلت بالبداية لازم أعرف كل شخص شو الطريقة اللي بيقدر يستقبل فيها رسالتي لوجه له إياها، بصري، سمعي، مع إلى ذلك. طيب اليوم إذا عنا شخص بعمله مثلا وفي جروب، كيف بيقدر يتواصل مع أشخاص؟ في ناس كتير بيكونوا مبدعين بشغلهم بس خجولين ليحكوا، في ناس مثلا حاليا هلا عم نشوف كتير اللي عم يستخدموا السوشيال ميديا لحتى يظهروا فيها، كمان بخافوا أحيانا وأنا هذا الجمهور عم يتطلع علي من وراء الشاشة. 100% حقيقة كمان رح أبدأ من النقطة اللي حضرتك قلتيها، قصة السوشيال ميديا والعالم الافتراضي واللي هي أسرت الأشخاص خجولين، صاروا خجولين أكثر. هن ظهروا بالعالم الافتراضي بس حقيقة انا بتوقع هي فقاعة وبعدين رح يروحوا على العالم الواقعي، رح يحسوا حالهم هسه تراجعوا خطوات اكثر من هيك. معناته انا لازم، لانه انا اي بيئة عمل هي بدي اتعامل فيها مع مجموعة من الاشخاص، العالم الافتراضي بيخليني انا اوصل فكرة بس اول ما تصير مناقشة بدي مهارة هذه التواصل. فنحن بنروح على بيئة العمل حقيقة، اذا عم بشتغل مع مجموعة من الاشخاص انا بدي اكون محضر رسالتي بحيث تناسب مجموعة من الاشخاص. يعني انا مو دائما لازم القيها بشكل نظري، لازم يكون انا منوع بالاساليب تبعيتي، انا في عندي شيء بصري مشاهد، في شيء عندي منطقي عم بتعامل مع اشخاص، معناته لازم يكون الموضوع الحسي، الطريقه اللي استخدم فيها نبره صوتي، الطريقه اللي بوصل فيها الكلام. نحن في كثير اوقات لغه جسد، نحن ما بننتبه على لغه جسد اصلا بالتواصل بين الاشخاص، التواصل البصري، قدر انا اتحكم بلغه جسدي، ايماءاتي وايش تبعيتي، قديش انا مهم يمكن ابتسامه صغيره ببدايه شغلي قديش بتريحني للنهار كلياته. حقيقة هي تفاصيل صغيرة ممكن الأشخاص هي تتعذب بالبداية، بس المهارة التواصل مثل أي مهارة بحاجة لتدريب. مدام أني أنا بلشت أتدرب عليها بتصير بالحد الأدنى عندي فيها مهارة باللاوعي. طيب كونك ذكرت التدريب، يعني اليوم حكينا خطوات نحن من خلال قادرين نعزز هي الصفة عنا، ولكن في أشخاص مثل ما قلنا أنه هنن ما عندهم هي الثقافة، بحاجة لتدريب، بحاجة لكورسات. اليوم بالتنمية البشرية، يعني وقت الحدا بيتبع كورس، شو أهم الأساسات اللي ممكن تشتغلوا عليها خاصة إذا كان عنده خجل هذا الشخص؟ 100% نحن اليوم كل في عنا شيء بالعموم اللي بنعلمه على الأشخاص اللي هي التدريب على التواصل، فبنعلمه معوقات التواصل، التدريبات على التواصل، التحكم بلغة جسده، التحكم بنبرة صوته، طريقة طرح الأسئلة، طريقة الرد على الأسئلة، منعلمهم الانصات، كيف أنا أقدر أنصت، كيف أقدر أتعاطف، هي كلياتها بالتدريب بنعملها. هلأ بضل في حالات خاصة مثل ما قلتي حضرتك إلى علاقة بخجل، إلى علاقة ببيئة معينة، هون بنحاول نشتغل مع الأشخاص بشكل فردي شوي وبيكون بدهم تدريب أكثر من هيك، وبنحطهم بالمستويات، بنبلش بالحد الأدنى. يعني شخص هو بالمجمل عنده خجل كتير كتير كبير، ما فيني هالدغري عرضه لقدام جمهور يحكي. نعم. ببلش مثلا حطه بفرق صغيره وشوي شوي نمي هالقصه عنده اياها. فالاشخاص اللي بتكون عندهم حاله خاصه بخجل بنحاول تكون السلم عنده اياها درجه اكثر من الاشخاص اللي هي منفتحين بس ناقصهم شوي تقنيات بالتواصل.
طيب استاذ وجيه، اليوم في كثير اشخاص بيخافوا يروحوا على هي الدورات، في ناس بتقول لك انه انا عم بسمع كثير، وصلنا للاسف حاليا كل يوم عم نسمع عن اسماء دورات ما بنعرف مين عم يعملها ولا كيف بتنعمل، واكتسب مهاره التواصل بثلاث ايام وصير اعلامي باسبوع وما الى ذلك. طيب اليوم خلينا نحكي عن الاسس اللي لازم تكون موجوده واللي ممكن الاشخاص يبلشوا يتدربوا عليها قبل ما يروحوا للمراكز المختصه فعليا لحتى ياخذوا خليني اقول باقي المهارات. رح ابدا من التسميه يلي هي التنميه البشريه، وانا يعني كتاب تقولوا تنميه بشريه، انا تنميه مهاره الموارد البشريه، لانه اصلا تنميه بشريه اصلا هو مصطلح لا يعتمد فقط على المهارات، مصطلح كثير اكبر من هيك. فنحن عم نحكي على مهاره الموارد البشريه، يعني الموارد البشريه كانسان شو المهارات اللي لازمته. فأنا اليوم بدي اتبع دورة تدريبية، ما ضروري دورة تدريبية، ممكن يكون كتاب، ممكن اليوم يكون مثلا سلسلة حلقات على اليوتيوب، ممكن يكون في أكثر من شغلة حقيقة أنا ممكن أشتغل عليها بهالقصة. الأسس الأساسية الشخص اللي بده يحضر هذه الدورة أو بده يقرأ هذا الكتاب، معلش يعرف المعايير تبع هاي الدورات، عدد الساعات، مين المدرب، شو المحاور، يعني دائما ما ناخذ العنوان الدورة هو الأساس، اطلع شو المحاور اللي بده يعطيني اياها، شو السي في تبع هذا المدرب اللي عم يعطيني اياها، شو السي في تبع هذا الكاتب اللي الف هذا الكتاب، اعرف الاشخاص حقيقه، انا يكون عندي تحليل منطقي، هل انا ممكن اليوم انا اعلامي يصير باسبوع، في اشخاص عم تدرس جامعه 4 سنين وبتعمل قصه بعدها القصه تماما وبدها قصه مهارات، لازم يكون انا عندي هذا التحليل المنطقي للقصص، لازم يكون عندي هي القصه. حقيقه اليوم مثل التدريب مثل اي شيء صار بالدنيا، كل شيء صار حقيقه اليوم بخصوص العالم الافتراضي بيسهلوا لك الامور، لازم يكون عدد التحليل عندي اياه المنطقي لاعرف انه انا ميز الصح عن الخطا. طيب استاذ خلينا نروح للايجابيات، واليوم اتقان هي المهاره حيكون لها ايجابيات جدا بحياتنا، بتسويق ذاتنا بمجال عملنا، قد ايه اليوم مهم المؤثرات الايجابيه بالموضوع التواصل. انا ببلش حقيقه من الشباب من الخريجين بالجامعه بقول لهم كل ما زادت عندك مهاره التواصل فزادت علاقاتك، كل ما زادت علاقاتك فرصك بالشغل، فرصك بالتدريب، فرصك حقيقة بتنمية المهارات بتكون عندك أعلى. بتروح على 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 على, على, على الشغل بتبلش مهارة التواصل يمكن من مقابلة العمل، قديش حقيقة اليوم بتسهل عليك أني أنا اليوم غير السي في اللي أنا مقدمه، غير الخبرات، خلتني خطوة كمان فوت لهي الشركة. أي شركة فيها فترة تدريب شهر أو شهرين أو ثلاثة، كل ما عندي مهارات تواصل عالية كل ما الفريق احتواني أكثر ضمن الشركة أكثر، بعدين راح أتعامل مع زبائن، ممكن أتعامل مع مدراء، كل ما كان عندي مهارة تواصل مع الشركات والزبائن حقيقة بيصير عندهم ما بيستغنوا عني بشكل سهولة، بالعكس بيصير أنا عندي ترقية وظيفية. تنتقل هاي المهارة حتى لحياتي الاجتماعية كعائلية كأصدقاء، فهي اليوم القصة حقيقة اليوم إذا بترافقني فيها كتير بتسهل علي الأمور، هي ما أنا الأساس 100% بس هي واحدة من الأساسات اللي أنا لازم أشتغل عليها مهارة التواصل. طيب في كتير أشخاص كمان مثل ما قلت حضرتك يمكن بيختلفوا بطبيعتهم، هذا الشيء بينعكس على تواصلهم، قديه مهم الشخص اليوم اللي بيحب يكون عنده تواصل فعال بحياته إن هو فعلا يكون قادر يعرف نفسه بالأول. يعني اليوم في ناس بيصنفون إنه هي أشخاص صعبة الميراث، في ناس بيقولوا سهل مرن دبلوماسي ما إلى ذلك، طيب هدول شو بتنصحهم كيف يكون بداية تعاملهم حتى نوصل لتواصل فعال؟ حلو كتير، ونحن دائما بنقول بالمهارات التواصل أو بالذكاء العاطفي نبدأ باستبيانات الشخص ويعرف ذاته، مثل اي شيء بالدنيا اذا انت ما عندك تشخيص للشيء اللي عندك اياه كيف بدي اقدر اعالجك فيه، بدي اكون صريح مع حالي اني انا عندي هذه النقط. نحن بنحاول ببعض التدريبات انه يكون عندنا استبيانات وتحليلات بحيث نجي للشخص انت اليوم بالشكل العلمي قديش عندك فجوه بالتواصل كرمال هو يقتنع يتدرب، لانه اي شيء بالدنيا اذا انا ما كان في عندي اساس علمي عليه ما راح اتدرب. فنحن بنحاول هدول الاشخاص بشكل علمي ومنطقي نرجي شو هاي الفجوة اللي عندك ياها وشو التدريبات اللي هي بتساعدك. بس مثل أي شيء بالدنيا إذا هو ما اعترف أنه أنا بحاجة لهذا التدريب هو اللي خسران أكثر فيها للقصص. مستحيل شخص يكون قائد أو مدير هو ما كان عنده هذه المهارة لأنه يتعامل مع مجموعة من الأشخاص بالشغل في اسمه التواصل الرسمي وغير الرسمي، تواصل أفقي عمودي، لازم حقيقة يكون عندي هاي المهارات فيها، بدي أعرف أتعامل مع أصغر موظف لمدير لصاحب شركة لزبون بنفس اللحظة أوقات أو بنفس الموقف بنفس القعدة ممكن يمر عليه 3 أشخاص
كل واحد بيتعامل معه بطريقه شكل، تمام؟ فلازم يكون عندي هذه المهاره، مستحيل اترقى وظيفيا ما يكون عندي مهاره التواصل. طيب استاذ، دائما في اخطاء ممكن الاشخاص يقعوا فيها حتى لو كانوا عاملين كورسات بموضوع التنميه البشريه والتواصل الفعال بالمجتمع، اليوم شو اهم الاخطاء اللي احنا مفروض نبتعد عنها او الاخطاء الشائعه اللي عم بتصير ضمن هذا المجال؟ حلو، وهي حقيقه مهاره التواصل مهاره بشريه، فمعناته كل يوم في شيء جديد، وهي قابلة يكون عندها سلبيات كبيرة وقابلة عندها إيجابيات كبيرة. المهم أنا أول خطأ بعمله بنتبه إنه صار في سوء تواصل بيني وبين الشخص، إني أنا أتعلم من الخطأ. يعني دائما إحنا منقول نتعلم من خبراتنا، ما نكرر الخطأ مرة تانية. حتى لو أنا عامل دورات تدريبية ممكن أنحط بمواقف جديدة أنا ما أخذتها بالتدريب. المهم أن أعرف إنه صار في مشكلة تواصل مع هذا الشخص، شو الشيء اللي بدي أعمله لحتى ما استمر. فمعناته هي أول شغلة. الشغلة الثانية، دائما لازم نتعلم مهارة العلاقة بطرح الأسئلة، بالرد على الأسئلة. الحقيقة مهارة العلاقة وهي بدها بشكل يومي، وهي صعبة وما أنا سهلة إني أنا أفصل مشاكلي حقيقة الاجتماعية الاقتصادية كل شيء اللي عم بيصير معي بأنه أنا عم بتعامل مع هدول الأشخاص. يعني أنا اليوم شو ذنبه زميلي بالشغل إذا أنا عندي مشكلة ببيتي؟ وهي حقيقة صعبة وما أنا سهلة وبدها تدريب كتير. بس واحدة من القصص اللي أنا منعلمها للشباب، وخصوصا كل ما يعني وظيفيا صار أرقى وأعلى، هو لازم يكون عنده مهارة إني أنا أفصل بين المشكلة اللي صايرة معي هلا وبين الشخص اللي الثاني. يعني يمكن اليوم مشكلة مع موظف وطلعت عن مهارة التواصل، إجا موظف ثاني، طب الثاني شو ذنبه بالقصة؟ أو باخذ مشكلة معي على البيت 100%، أو بالعكس مثل ما أنت بناخذ مشاكلنا مثل ما هي على البيت، شو ذنبهم عائلاتنا وأولادنا وإلى آخره. واحدة من القصص اللي هي دائما بدي أفكر فيها إني أنا يكون عندي هاي المهارة، إني بهذه اللحظة بحاول وهي صعبة إني أفصل عن الشيء الجديد اللي بدي يصير معي. أكيد، يعني اليوم نصائح متعددة كانت مع حضرتك، نتمنى أكيد نكون قدرنا نوصل لبداية مهارات التواصل الفعال. شكرا لك أستاذ وجيه ولكل المعلومات اللي قدمت لنا يعني. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك ولحضورك، أهلا وسهلا بحضرتك، يومك حلو. أكيد شكرا. وصلنا لتاني فقراتنا ورح نضل بالمهارات لنقدر نحن نسيطر على أنفسنا يا صحيح رشا، كنا عم نحكي أنا وأنت شيء تحت الهواء، وبعدين فورا بس صار وقت نرجع من الموجز فورا أخذتنا الوضعية. هذا بيسموه تحكم، يعني صحيح. أنت اليوم تقدري تتحكمي إذا كنتي عم تضحكي أو معصبة أو شيء. التحكم بالانفعالات، سواء كانت الانفعالات اللي هي الضحك والفرح أو حتى الانفعالات اللي هي الحزن والبكي والغضب، كله أيضا مهارة من المهارات اللي المفروض نتقنها بحياتنا اليومية. في كتير أشخاص ما بيقدروا يتحكموا، وبنسمع عن هاي المصطلحات وقديه ممكن تأثر بحياة الشخص الغير قادر على التحكم بانفعالاته. وانت من الأشخاص اللي بتحكموا سلمى؟ يعني شوي شوي على حسب. بالعموم بالي طويل، بطول بالي بعدين مثل ما بيقول المثل، اتقي شر الحليمة إذا غضب، هي هي تنطبق عليه تماما. مبطن ساير ساير بعدين. أكيد، كرمال هيك سلمى، وكرمالك وكرمالي وكرمال كل حدا عم يشوفنا اليوم، ما حدا مستثنى من موضوع الانفعالات، ولكن هي بدرجات بنسب عند الأشخاص. في ناس قادرين يعني ملعبهم مثل ما بنقول بالعامية، إنه أحسن يستفزوك ببرودتهم، إنه أوف كل شيء سويته ما استفزيتك أنا، ما في انفعالات اليوم. هاي مهارة، خلونا نشوف نحن كيف قادرين نتعلمها، قديش هي مهمة بحياتنا، وإيمت إحنا مفروض نستخدمها بالشكل الصحيح. وضيفتنا لليوم اللي حجاوبنا على كل هاي الأسئلة هي السيدة سلام قاسم، أخصائية في علم النفس. سعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك يا رب. يا صباح الخير أستاذ سلام. صباح الخير سلمى. ثبات الانفعالي اللي هو المسمى العلمي لهي الحالة اللي نحن عم نحكي عنها، التحكم، خلينا نعرفه علميا شو يعني، وكيف الشخص بيقدر يكون عنده ثبات انفعالي. هلأ حقيقة هذا الموضوع كتير مهم، وكلياتنا شئنا أم أبينا في بعض المواقف واللحظات تسترعي منا أنه نصير انفعاليين. الانفعال هو شدة التأثر. الانفعاليين هن أشخاص ما حسنوا يتحكموا بالمواقف يلي بتواجههم تجاه أي حدث صار معهم. هلأ في الحقيقة هو الشخص الانفعالي هو الشخص اللي ما عنده قدرة على أنه يكون هادئ، ما عنده قدرة على ضبط النفس، على التحكم بانفعالاته تجاه أي موقف ممكن يكون استفزازي مثل ما تم الذكر هلأ. فما بيحسن يتحكم بانفعالاته، بصير عنده ردات فعل، قد يكون كلام سيء، قد يكون نظرات، توجه سلوكي معين. وبعد ما بيصير هذا الموقف طبعا بيصير الندم على
الشيء اللي صار، بس هو الانفعال كمان هو عبارة عن حالة نفسية نتيجة شحنة خارجية صارت أدت لهذا الانفعال وتغيرت الوظائف وأعضاء الجسم وصارت في حالة فيزيولوجية معينة. هلأ حقيقة الانفعال هو أخطر شيء ممكن يواجه الإنسان، هو خطر مميت، ناس كتير ما بتدرك هي الحقيقة. هلأ لما بصير مثلا إذا كنا أنا وياكي ماشيين بالطريق وصار موقف معين، مثلا شفنا حادث معين، مثلا شفنا رجل عم يضرب امرأة مثلا بالطريق، بجوز أنا ردت فعلي هون بلش عندي دقات القلب تتزايد عندي، مثلا من 70 صارت للـ90، بلشت المعدة عندي تزيد حموضتها، بلش تشنج المعدة يصير عندي، بلش يصير في توتر، بلش يصير مثلا شعور بالاختناق، بجوز أنت ما مر عليكي هي الأحداث. هلأ نحن الشخص العصبي، ما هو الشخص العصبي اللي متعارف عليه اللي ببلش يصرخ ويعيط ويطلع أي عبارات مثلا نائية مؤذية، هذا أبدا ما أنه هو الشخص العصبي. الشخص العصبي هو لما أنا تزايدت دقات قلبي، مثلا أنا هون شخص عصبي، لما صار عندي اللي بينعكس على جسمه يعني تماما، يعني لما أنا مثلا كمان صار عندي حمودة بالمعدة معناته أنا هون شخص عصبي. فالشخص العصبي أو الشخص الانفعالي هو بيكون الشخص يلي بتتزايد دقات قلبه، تتزايد وظائف أعضائه الداخلية مع الوسط المحيط. الشخص الانفعالي اللي بتتزايد وظائف أعضائه الداخلية، بتتزايد حركتها، بتصير غير دقيقة مع الوسط المحيط. هون شو بيأدي؟ بيأدي عندك هون أنه بيصير عندك إفراز معين بغدة معينة، لما بيرجع على البيت بيصير هذا الانفعال عم يتذكر الموقف، فبترجع نفس الشعور يلي كان وقت الموقف بيتزايد معه، فبصير إفرازات كيميائية معينة بتأدي إلى توقف عضلة القلب وتحدث الوفاة. وهذا نحن كتير منلاحظه، يعني صار بالفترة الأخيرة منشوف مثلا انه منسمع انه شاب توفى، منسمع حالات جلطات كثيره ونحن ما عم نبحث باسبابها. الانفعال هو الخطر الاكثر يلي ممكن يهدد البشريه لما الانسان ما بينتبه لردات فعله، فكتير مهم التوازن الانفعالي لحتى نحسن نتحكم بانفعالاتنا ونبعد الامراض عنا قدر الامكان. فهو موضوع كتير مهم، وصراحه هو اخطر شيء ممكن يواجه الانسان. بس بتشعري انه هو حاله طبيعيه كمان اليوم الانسان بلا انفعالات بلا تعصيب اجباري يعني، ولكن ما تكون بمستوى انه مبالغ فيه. كرمال ما نروح لهذا المستوى ونصير بنظر العالم انه رشا او سلمى شخص انفعالي جدا بالحياه، اليوم في طرق اكيد لنقدر نتحكم بهذا الانفعال، وخاصه في اشخاص بيكون الحدث جدا بسيط او بيمرق بتحسي انه فورا ضاج فورا نار وشعلت فيه، بتقولي انه انت ما انك مستاهل يعني اللي صار يكون هذا الانفعال كله يعني. هلا كثير مهم بهيك حالات انه نحن نعرف كمان انه الشخص يلي ما بيكون متوازن انفعاليا هو بتكون ردات فعله زايده عن الحد الطبيعي. هلا كلياتنا بشر وكلياتنا بنعصب وبننفعل وبنتضايق من كثير مواقف، بس لكن تكرار المواقف وطريقه التعامل معها بخفف من حده الانفعال وبيحقق توازن انفعالي. لما بصير عندنا نحن الانفعال الشديد يلي نحن ما بنحسن نتحكم فيه، هون كمان رح يؤدي عندك لحالات مرضية. رح يصير عندنا بتلاقي أغلبية الأشخاص الانفعاليين هن أشخاص بيعانوا عندك من الاكتئاب، بيعانوا من القلق، بيعانوا من الحساسية المفرطة، من الغضب. فكتير مهم نحن أنه نتعلم مجموعة من الطرق اللي بتساعد على ضبط الانفعالات وتحقيق التوازن الانفعالي. أول شيء نحن لازم الإنسان يغير نظرته للموقف، طبيعة نظرته للمواقف. يعني لما بيكون مثلا صار قدامك موقف معين، أنا ما أعتبر أنه هذا الموقف هجومي علي أنا وأنا هون بدي أخذ موقف المدافع عن النفس، لا، بعتبر أنه هذا الموقف يلي صار هو مثلا أنه ليحقق نوع من التواصل. ولكن الشخص يلي مقابلي عندي أنا مثلا ما عنده التدريب أو نوع من مهارات التواصل للتواصل معي أنا، فصار هذا الموقف. لما أنت بتغيري نظرتك تجاه المواقف، هون نحن بصير عنا نحن نحسن نضبط الانفعالات. إضافة لأنه كمان أنه لا نخلي المشاعر هي المسيطرة علينا، يعني أنه نحن لازم نسيطر على المشاعر. لما بصير عندي شعور مثلا انه انا حابه ابكي، صار في موقف معين، ليش قلت لك لما بصير ردات الفعل يلي بتتغير وظائف الاعضاء تجاه الوسط المحيط بيساوي بالاخير انه بيوقف عضله القلب، لانه انا ما عبرت، تركت المشاعر جواتي، فصرت انا عم حس فيها وارجع للبيت واندم. اما التعبير بطريقه تكون جيده، الانسان يحاول انه يتصارح مع مشاعره ويحاول يعبر عن هذا الشعور، هذا بيحاول يحقق التوازن الانفعالي. يعني مثلا اذا صار موقف واستدعى مثلا انه انا ابكي، لازم ابكي،
ما انه اكبت هي المشاعر انا وخلي المشاعر هي تسيطر علي، لا انا لازم اكون مسيطر على المشاعر. كثير مهم نحن في الحياه انه نتعلم نقول لا. عاده نحن بنخجل مثلا اذا وحده رفيقتك او حدا مثلا بشغلك او يعني انه ممكن يطلب منك مثلا تعي نحن نروح مشوار، بجوز انت راجعه بعد تعب مثلا ومرهقه ما عندك قدره انك تروحي هذا المشوار، فهون انت مثلا ممكن تخجلي بتقولي انه يلا رح اروح، بتجي على نفسك انت وبتتعبي وبترجعي رح تكون صار عندك ضغوطات متراكمه. هي الضغوطات المتراكمه هي فعليا مثل الصخور لما بتتراكم وبعدين بصير البركان او الانفجار. فهون انت بترجعي على البيت بتنفعلي على الاشخاص اللي موجودين، سواء من اي كلمه من اي شغله بتصير عندك رده فعل. لا نحن نكون مسيطرين على على مشاعرنا. كثير مهم كمان نحن موضوع الاشخاص، يعني دائما الاشخاص اللي يعني اللي حوالينا اذا كانوا هن اشخاص سلبيين هدول دائما مو مجرد انه بيعطوك الطاقه السلبيه بيخلوك انفعاليه، وكثير هدول مثلا الاشخاص اللي بيكون كمان حاولين بعد نحن عن الاشخاص الاغبياء، لانه لما انت بدك تقعدي تتناقشي مع الاشخاص الاغبياء هون كمان هذا رح يعمل لك توتر ورح يعمل لك انفعال، رح تحسي بهذا الضغط اللي انت عندك ما رح تحسني تحقق التوازن. لا نحن ننتبه لهدول بعد عنهم قدر الإمكان. إضافة لأنه أنا نصيحة كتير بوجهها يعني كتير مهمة، أنه لما بده يصير الإنفعال، لما بتحسي أنت بموقف استفزازي قدامك، أنا أعطي فرصة لنفسي ثانية أو ثانيتين ماكسيموم قبل ما أعطي أي ردة فعل تجاه الموقف. هي المساحة الصغيرة فهي مفعولة كتير قوي، إنه لأنه أنت مع التكرار رح تحسني تضبطي هذا الموضوع. هلأ كتير مهم نعرف فن الصمت، يعني مو دائما الحكي هو المجدي، مو دائما. فهي فن انه نحن لازم نتعلم شو هو فن الصمت ونقرا عنه، يعني كيف ممكن انا احسن اكون صامته بمواقف معينه بيكون ما بتستدعي اني انفعل فيها كثير. هي الشغلات البسيطه كثير مهمه، اضافه لتمارين التنفس والاسترخاء كثير بتساعد الانسان لحتى يحاول يضبط نفسه بشكل كثير جيد. بس هي الـ 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 الامور اللي عم اقول عنها او النصائح اللي عم اعطيها هي ما انا بين يوم وليله، مثلا في ناس بتفكر انه انا مثلا كيف اضبط انفعالاتي، اعملي هيك بعمل هيك ما بشي الحال. لا هي مهاره، يعني ما هي تحتاج الى تدريب، تدريب بده وقت، يعني بتصير تراكميه، بتصير تدريبات تراكمية مع الإنسان لما بيتدرب بصير عنده سلوك، بعدين بصير بيعرف يتعامل مع انفعالاته بشكل كتير مريح وبشكل أنه كمان يحسن أنه يحقق التوازن الانفعالي. لأنه على فكرة الإنسان اللي مانه متوازن انفعاليا أبدا مانه قادر على النجاح. يعني لما بتكوني أنت أحيانا مثلا موجودة بمكان باجتماع مثلا والناس قاعدة وبدك تعطي وجهة نظر، أنت وجهة نظرك صحيحة صحيحة 100%، ولكن طريقة إيصال المعلومة رح تخسري وتصير وجهة نظرك غلط. فكتير مهم مثلا الصوت، نبرة الصوت، هي كتير بتساعد الإنسان أنه يحسن يضبط انفعالاته. لأنه أحيانا أنت لما بيكون في موقف معين مثلا ببلش الإنسان بالصراخ وهيك كمان هون هذا صار عنده عادي، أنه أنا لما بصرخ على أي حدا معناته الشخص اللي قدامي رح يعمل لي حساب ويعتبر يعني يشيل الاعتبار لألي، هو هذا طبعا كتير خطأ، هو رح يسكت لألك لأنه رح يحس أنه النقاش معك عقيم لما بتكون انت ما عندك مهارات للتواصل مع الاخرين. فهي الشغلات هي بتساعد انه نحسن نضبط انفعالاتنا. اضافه لانه الاشخاص يلي بفوتوا عاده بنوبه غضب هن بيكون عودوا حالهم وعودوا الاشخاص على هي النوبه، فنحن لحتى ما نفوت بهي نوبه الغضب كمان نعطي لحالنا مساحه معينه من الصمت، مساحه معينه من التفكير لحتى نحسن نضبط هذا الانفعال، ونعد دائما على التنازلي من 10 للـ1 قبل اي موقف. كمان لما الانسان بيرجع للبيت لازم كتير مهم انه يفكر بالموقف يلي صار، يا ترى هالموقف اللي صار بيستدعي هي ردة الفعل يلي انا قمت فيها. هون كمان بيقعد بيحسب لنفسه انه انا لا لازم احاول اضبط مشاعري في المرات القادمه. مشان هيك كثره المواقف يلي بتصير وردات الفعل تجاهها هي فعليا بتعلم الانسان طريقه التعامل مع هي المواقف. في اشخاص بيقولوا مثلا لما بيرجعوا على البيت انا ما تجاوبت مع هذا الموقف، كنت كثير تعاملت ببرود، يا ريت رديت. فلما بيصفنوا لا بيلاقوا انه اذا كان الرد غير مناسب فالصمت هو الافضل. أكيد، يعني اليوم معلومات جدا مهمة من حضرتك أستاذ سلام. مثل العادة بنتمنى نكون قدمنا وصفة لكل يلي عم بيتابعنا كيف ممكن يحققوا الثبات الانفعالي بحياتهم. شكرا لك ولوجودك.
شكرا لكم، وكثير مهم مثل ما قلت انا ضبط المشاعر والسيطرة على المشاعر لحتى نحسن نحن نكون قادرين أكيد. وبنفس الوقت ينبعد الانفعال عنا قدر الامكان. ان شاء الله نقدر نعمل هدول النصائح. شكرا لحضرتك وعلى وجودك اليوم معنا. سلمى رح نضل بنفس الموضوع، رح ندعم الموضوع اللي كنا عم نحكي عليه، كيف نحن قادرين نتحكم بانفعالاتنا اليوم، كيف نحن قادرين ضمن الضغوطات اللي عم نعيشها كان بالعمل، الضغوطات الاجتماعيه الاقتصاديه، انه نحن هيك نحقق ولو شيء بسيط من الراحه والهدوء النفسي. خلونا نشوف ضمن التقرير التالي. تقلل مطالب الحياة وحدة المنافسة من مساحة الهدوء النفسي، لا سيما بعد أن أصبح الضغط العصبي رفيقاً لنا في معظم مراحل الحياة، فالنجاح يحتاج دوماً لجهد متزايد. بعض الأمور البسيطة في الحياة قد تساعد على إعادة التوازن الداخلي، ونبدأها بالاعتراف بأنه من غير الممكن القيام بكافة المهام مرة واحدة. أيضاً لا تخلو الحياة من العديد من الأشياء الجميلة مهما كانت بسيطة، فالجلوس لساعة واحدة تحت أشعة الشمس أو قراءة كتاب جيد قد يقلل من الشعور بالضغط العصبي. الجلوس مع صديق مقرب وسرد كل ما يزعجك أيضاً يساعد من ناحية على تبسيط حجم المشكلة. ممارسة هواية قد تحبها يعطي الحياة توازناً يساعدك في التغلب على الضغوط العصبية والمصاعب. هي أمور بسيطة لكن مفعولها كبير، ممكن يساعدنا على تحقيق هدوء وراحة نفسية. أما هلأ رح نروح لمعلومات جديدة وغريبة يمكن عم نتعرف عليها للمرة الأولى بهل تعلم. هل تعلم بأن المحيط الهادي يغطي ثلث الأرض؟ وهل تعلم بأن حوالي 90% من سكان العالم يعيشون في نصف الكرة الشمالي؟ وهل تعلم بأن دولة الصين تعد أكبر منتج للأرز في العالم تليها تايلاند؟ وهل تعلم بأن غاز الأكسجين عديم اللون إلا أنه أزرق اللون في الحالتين السائلة والصلبة؟ وهل تعلم بأن الجاذبية على سطح القمر تبلغ سدس الجاذبية على سطح الأرض؟ فمثلاً حين يبلغ وزن الشخص 68 كيلوغرام على سطح الأرض، فإنه يزن 11 كيلوغراماً فقط على سطح القمر. وفي حال تمكن الإنسان من الوقوف على سطح كوكب المشتري، فإن وزنه سيبلغ ضعف وزنه على الأرض. أما هلأ حروح ضمن الفقرة الجديدة، واستقبلنا أيضا ضيف جديد رح نحكي ضمن فقرتنا عن إشهار الرابطة السورية للتروية القلبية، واللي هي خطوة جدا مهمة في منح التخصص مساحة هامة من الخدمات الطبية، وأيضا في رفع كفاءة المتخصصين وفق معايير عالمية. أكيد رشا، اليوم راح نتعرف على ماذا تقدم من خدمات الرابطة السورية للتروية القلبية وأيضا مهامها ومجالاتها. طبعا راح نستفسر عن كل هاي الأسئلة ويجاوبنا عليها ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الأستاذ عماد بازر باشي، هو عضو مجلس إدارة في الرابطة السورية للتروية القلبية وأمين سر الرابطة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين، صباح النور يا صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك ويعطيكم ألف عافية لكل الجهود يلي عم تشتغلوا عليها. سؤال بديهي اللي بيطرح دائما نفسه بداية حديثنا، أنه اليوم شو أهمية هي الرابطة؟ خلينا نحكي عنها بشكل موسع. هي أهمية الرابطة تتلخص بالعمل على تطوير مهنة التروية خارج الجسم، وضعها ضمن أطر علمية وسوية نقول نحن. فإذا بدنا نحن نجي نطور أداء هالمهنة، فأول شيء العمل على توصيف المهنة بوزارة الصحة. توصيف المهنة، شو المهام اللي هي بدها تقوم فيها. أنا انطلاقا من هالمهام يلي بدها تقوم فيها عناصر التروية القلبية، فلازم نرجع نأردف عليها برامج تدريب وتأهيل ورفع سوية العاملين بهالمهنة، ووضع إطار
علمي لمن سيقومون بالمهنة مستقبلا. بعد هذا الشيء فالرابطة المفروض ينحط برامج تدريب وتطوير وتأهيل للعاملين بالمهنة، وربطها بالمستجدات العالمية أو المستجدات المحيطة فينا نحن. هذا طبعا على مجال سوريا كلياتها، ما له محصور بمنطقة معينة، ويشمل المشافي العامة والخاصة. طيب أستاذ عماد، قبل ما نبلش الهوا كنت عم بسألك، هل هي مثلا أعضاء هنن فقط أطباء؟ قلت لي لا، الأعضاء ليسوا أطباء، هنن العاملين أو الفنيين ضمن التربية القلبية. خلينا نشرح ونبسط للناس اللي عم بيتابعونا، وخصوصا أنه هي أيضا تم إشهارها من أيام قليلة، يعني مبروك لكم، ولكن خلينا نشرح للناس شو هي الرابطة، مين بتضم وشو بتقدم. هلأ هي لقلك بقى شلون، في خطوة سبقت الرابطة، هي ضمن وزارة التعليم العالي، هي إحداث شهادة ماجستير للتروية القلبية. ماجستير التروية القلبية حدد الاختصاصات اللي ممكن أنه هي تعمل ضمن هذا المجال، يلي هي أولا طب بشري، بيكون ناهي يعني طبيب، صيدلة، هندسة طبية، كلية العلوم فرع علوم طبيعية اختصاص حيوية كيميائية، كلية العلوم الصحية. فبتشوفي في طيف من الكليات ممكن انه هي تدخل لمجال الماستر. فنحن اذا فما بنقدر هلا نقول هل هو فني ولا هو طبيب، مفتوحة هذا. يعني انا ممكن لاقي مهندس طبيات، وممكن لاقي طبيب، وممكن لاقي خريج كلية علوم أو علوم صحية. فصار في طيف من الناس اللي بدها تتقدم لهي المهنة. هلأ نحن ضمن هلأ التجربة صار لها سنتين، وهلأ أول دفعة بدها تتخرج. فنحن كرؤية مستقبلية لح تنحط هالمهنة ضمن أطر علمية صحيحة. أنا هذا رأيي. هلأ الموجودين الغالبية هنن خريج بوزارة التعليم العالي، هنن خريجين كلية العلوم، بوزارة الصحة هنن خريجين معهد الصحي أو المعهد الطبي ضمن اختصاصاته المختلفة. أما هلأ التوحيد بيبتدي من الماستر، تمام، وبيرجع مع الوقت. نحن خطط مستقبلية سيتم السير بمنهج مدروس. طيب أستاذ، خلينا نتوسع أكثر كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من فقرتنا لليوم بالخدمات اللي حضرتكم رح تقدموها بمجال التروية. خدمات الرابطة. نعم. هلا هي خدمات الرابطة كلياتها تصب عند المريض. نعم. تمام. هلا لتصب عند المريض بالإطار الأمثل، والكل بيبحث عن الأمثل، فلازم تكون سوية العاملين متطورة. يعني أنا بدي أتبع نساوي دورات تدريبية تعليمية بالإضافة للدورات ندوات ومؤتمرات أو مشاركة خارج إطار سوريا بما يصب بمفهوم التروية القلبية. تمام. طيب رح يكون في لهم تواجد ضمن المشافي اليوم؟ مين؟ خليني اقول الاعضاء الموجودين. موجودين هلا حيكون في اختصاص، يعني اليوم حنقول هدول مختصين من الرابطه للتروية القلبيه رح ترتفوا فيهم المشافي. هل في مثلا خليني اقول تمرينات معينه او شيء معين رح تطوروا عملهم اصلا اللي هنا موجودين في ضمن هذا المجال؟ العمل بجراحه القلب قائم من حوالي 50 سنه بسوريا، تمام، والعمل قائم وبيقوم فيه بغرفة العمليات، عم بحكي فريق
هو الجراح والمخدر وتروية خارج الجسم والعناصر الرديفة سواء من فنية التخدير أو التمريض. فهذا العمل قائم بس ما له محطوط ضمن الإطار اللي لازم هو يكون موجود. شو هو الإطار اللي أنتوا عم تسعوا إنه هو يكون موجود؟ في مذكرات تفاهم رح تعملها الرابطة مع كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. هدف هاي مذكرات التفاهم وضع الأطر الصحيحة لعمل القائمين بهاي المهنة والعمل على تطوير المهنة. فمذكرات التفاهم رح تتوقع مع كلا الوزارتين وهي اللي بدها تشكل المنهج والطريق اللي لازم يكون لهي المهنة. أما هلأ قائمة المهنة قائمة والعاملين يعملوا وبكل جهودهم، لكن الرؤية خلينا نصير دائما أفضل وبشكل متطور. تمام. طيب أستاذ، اليوم من خلال رؤيتك المستقبلية اليوم كيف رح ينعكس وجود هاي الرابطة على سوية المختصين ضمن هذا المجال؟ الرابطة مثل ما قلت لك في إلى أهداف، بقى نحن إذا باشرنا لتطبيق هالأهداف فحينعكس على على العاملين ضمن هالمهنة. يعني هلأ نحن بالإشهار تم في عنا 85 عنصر بسوريا يعمل بهالمهنة. تم تقديم طلبات تنسيب للرابطة. بس اللي تنسبوا للرابطة فلح يكون في برامج تدريب وتأهيل. يعني الواحد ما أقول إنه أنا اشتغلت هالمهنة وخلصت وتعلمت، لا، الطب فيه كل يوم شيء جديد. فمواكبة المستجدات لازم يكون ضمن هيكلية معينة لحتى تطرحي هالمستجدات على العاملين بهالمهنة والعمل على إدخالها ضمن الواقع المهني. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد ويعطيكم العافية، وإن شاء الله قريبا بيكون لنا لقاءات مع التطور أيضا بالعمل وتحقيق بعض الأهداف. هذا هدفنا اللي وضعته. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا 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 لحضرتك. أهلا وسهلا فيك ومبروك الإشهار، وهيك بإنتظار خطوات أخرى يعني للمستقبل. إن شاء الله إن شاء الله نحن رح نضل بمجال الصحة. كيفك أنت والكركديه؟ بحبه كتير. طيب بينشرب. لا طيب وبينشرب بارد وسخن الكركديه. في ناس كتير بتحبه، يمكن بارد أطيب، أنا دقته بارد حبيته أكثر. خلينا نشوف ضمن هذا التقرير فوائد الكركديه اللي كتير هو مفيد للصحة والكبد. خلينا نشوف. الكركديه من المشروبات التي يعتمدها البعض خلال فصل الشتاء. أهم فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطره: يحافظ الكركديه على صحة الكبد من خلال إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم وتقليل وتلف الكبد والكبد الدهني. يساعد الكركديه على خفض ضغط الدم والسيطرة عليه دون أي آثار جانبية. يعد الكركديه مضاد طبيعي للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا لأنه مصدر غني بفيتامين جيم. دور الكركديه في تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري والمحافظة على صحة القلب والشرايين وتعزيزها. لأي شراب عشبي أثار جانبية قد تظهر في حالات استثنائية، أبرزها خفض ضغط الدم، الصداع، طنين في الأذن، اضطراب أو ألم مؤقت في المعدة والإمساك. رح نروح لآخر فقراتنا لليوم ويمكن بتهم كل الصبايا. أكيد. والسيدات والشباب اليوم والشباب بس يعني بأماكن معينة. صحيح، بس هي بالذات بتهم الصبايا لأنه مشكلة هلأ عم يتعرضوا لها كتير كتير. بنسمع عن الفطور الجلدية خاصة سيدات يلي بيعتنوا بأظافرهم ولكن مو بالشكل الصحيح، ممكن يحطوا الأشياء الجديدة اللي طالع هلأ الجليش وما إلى ذلك ولكن ليس بالطريقة الصحيحة، فبالتالي بيصير عندهم فطريات
الناتجة عن عدم طبعا التنظيف الصح، تهوية الأظافر وما إلى ذلك وغيرها من المشاكل. أكيد يا سلمى، اليوم هيك ضمن نهاية صباحنا رح نروح لنعرف أكثر كيف رحنا قادرين، هل اليوم الوقاية ممكن نحن تفيدنا بهاي الحالة، شو هي أهم الطرق العلاج؟ وأكيد معلومات جدا مهمة لكل السيدات. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية في أمراض الجلد الدكتورة هلا الحوش. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير لكم سلمى ورشا بعد زمان. أي والله. يسعد صباحك. اشتقنا لك أكيد. هلأ جهزي حالك، جاي رمضان وحتبلش مشاكل البشرة مع الصيام، ورح نسأل كتير أسئلة. خلينا نبلش اليوم عم نحكي عن الفطريات الجلدية بداية، أكثر الأماكن اللي بتنشأ فيها ومسببة. هلأ الفطور الجلدية خلينا بداية هيك نعرفها بشكل كتير بسيط. هلأ هي من أشياء الأمراض الجلدية اللي بتجي تنجم نتيجة عدوى بالفطور، واللي هي كائنات مجهرية دقيقة إلى أنماط مختلفة بتصيب الشعر، الأظافر، حتى أماكن متعددة من الجسم. هلأ هي الفطور بشكل عام أو هي الكائنات المجهرية هي موجودة بالبيئة المحيطة فينا، موجودة بالأتربة، بالهواء، بالمياه، موجودة حتى على بتصيب حتى الحيوانات، النباتات، وحتى في منها أشكال تكون موجودة على سطح جسم أي حدا فينا بس ما بتكون ممرضة، ما عم تعمل أعراض. طبعاً هلأ في أسباب معينة بتعرض لها الشخص، في أسباب إلى علاقة بالبيئة، وفي أسباب إلى علاقة بمناعة الشخص اللي بتخليها تصير ممرضة. هلأ نحن بننعدم من الفطور لما الإنسان بيلامس شخص مصاب، أو لما نحن مثلاً بنلامس أدوات أو الأدوات الشخصية لشخص كان مصاب فيها، مثل الشراشف، الأغطية الأسرة، الأدوات الشخصية مثلاً المشط، ممكن من عند الكوافير نحن مثلاً ناخدها، مثل ما تفضلتي وحكيتي ببداية الحلقة، حتى الصبايا اللي بيعملوا أظافرهم بالصالونات كمان هي مصدر كتير كبير وشائع للعدوى، واللي بتعمل نمط خاص من الفطور اللي بتصيب الأظافر. الفطور بتتغذى كتير على الكيراتين الموجود بالجلد، الموجود بالشعر، وموجود بالأظافر. يا سلام، بيسحبوا كل شيء وبيعملونا مشاكل. مشان هيك هي بتصيب هاي المناطق من الجسم، وطبعاً بتجي بأنماط سريرية أو بأشكال سريرية مختلفة حسب مكان الإصابة. طيب ذكرتي العدوى هي من أهم الأسباب للإصابة بالفطورات، وأيضا ذكرتي المناعة، يعني اليوم شو علاقة مناعة الإنسان بالإصابة بالفطريات؟ هلا في مثل ما حكينا انه هي احيانا في انماط معينه من الفطور مثلا بتكون هي موجوده اوريدي على سطح الجسم. نعم. لما بتتبدل مناعه الجسم طبعا اكيد لما بتقل المناعه فبصير الجسم معرض اكثر للاخماج الانتهازيه، شو ما كانت فطور او جراثيم او فيروسات. فتره الالتهابات ممكن ممكن مثلا اذا كان الانسان مثلا معرض لمرض عمل له ترفع حراري، مرضى السكري كمان مناعتهم بتكون ضعيفه، المرضى اللي عندهم ضعف بالتروية الدموية بكون مشاكل تانية بصحتهم، مرضى الغدة الدرقية، المرضى اللي هن بالأساس مصابين بخباسات أو سرطانات، المرضى اللي عم ياخدوا أدوية مثبطة للمناعة خلينا نقول، المرضى اللي بياخدوا ستيرويدات جهازية أو كورتيزونات كلها هي بتأثر على المناعة، الحمل كمان هي حالة بتضعف من مناعة الجسم، البدانة كمان كتير بيكونوا معرضين لهي الحالات، بعض الأدوية مثل مثلا موانع الحمل كمان اللي بتغير شوي من هرمونات الجسم. نعم. كمان في بعض التبدلات الهرمونية اللي بتخلي الجسم كمان يصير معرض أكثر، الحروق، الجروح، القروح اللي بتكون على الجلد كمان بتكون مدخل أسهل لأي عامل انتهازي خبجي. طيب دكتورة هلا خلينا نحكي شو هي أبرز المؤشرات اليوم اللي بتدلني أنه أنا عندي أو عم عاني من الفطور الجلدية، شو هي المظاهر الواضحة اليوم اللي بتخلي الشخص يعرف أنه هو عنده فطور جلدية ولازم يتوجه فوراً للاختصاصي والمعالجة؟ هلا حسب نوع الإصابة ومكانها. هلا الفطور اللي بتصيب فروة الرأس اللي هي أشياء بتكون عند الأطفال الصغار، بيجي مثلا المريض عم بيراجعنا أنه هو من فترة طلع عنده بقعة خالية من الأشعار، بيكون فيها شوية وسوف، أو أحيانا بيكون فيها نقاط سود البلاك دوتس مثلا، أحيانا بتكون التهابية أكثر. هلا الطبيب سريريا بيشخص أو بياخد مثلا قصة مرضية، ممكن يقول لك الطفل أنه هو عنده بالبيت قطة، كلب،
عصفور يعني كان في ملامسة مع حيوانات مثلا فنقلت له العدوى، بس هي سريريا بتكون واضحة. هلا السعفات اللي بتجي او الفطور اللي بتجي على الجسم شكل السريري بيكون مختلف، بتجي بشكل بقع حمامية، حوافها بتكون واضحة اكثر من الجزء المركزي، بيكون في كمان هيك شوية وسوف على الحواف، يعني شكل السريري كتير واضح وكتير مميز للسعفة. بتجي بأماكن مختلفة من الجسم، في منها نمط خاص بيصيب السنيات والمناطق التناسلية، كمان تجي إلى أشكال كمان سريرية خاصة فيها. الشكل اللي بيصيب الأظافر بتجي بيجيك المريض بيقول لك إنه أنا صار عندي تغيير بلون الظفر، يعني أحياناً بتلاقي إنه الظفر صار لونه أصفر شوي أو أبيض شوي، في بعض الأنواع بيصير الظفر صار تحته لون أزرق شوي، بعض الحالات نلاقيه صار سميك عم يتكسر أو بينفصل الظفر عن سريره، يعني بتلاقي أنه خلص بلش أنه يفصل. فكمان كلها هاي مؤشرات بتلفت انتباه المريض أنه أنا لا في شيء صار مانه طبيعي ولازم بقى أني راجع الطبيب، لأنه مثل ما حكينا أنه الأشكال السريرية بتجي مختلفة حسب عمر المصاب، حسب انتشار الإصابة وحسب المكان اللي صابته بالجسم. طيب خلينا نروح لطرق العلاج اليوم، ولكل نوع أكيد في أسلوب علاجي مختلف عن النوع الآخر، خلينا هيك نتوسع بموضوع العلاجات مع اختلاف الأنواع. هلأ بداية قبل ما نحن نعالج أهم شيء نحن ننتبه للعوامل اللي عم بتسبب، يعني عوامل المسببة. بدنا كتير نوقي حالنا من الإصابات، يعني الاهتمام كتير بالنظافة الشخصية، ولما بتصير الإصابة كل حالة يعني الطبيب كل مريض بدرسه كحالة مستقلة عن الآخر، يعني بعد ما نحن أخذنا القصة المرضية سألنا المريض شو في أدوية عم ياخدها، شو عالج هي البقعة كمان نحن مشان نميزها عن باقي الأمراض الجلدية، شو تم تطبيق أدوية عليها. هلأ الحالات اللي بتكون بسيطة ومحصورة نحن بنكتفي بالعلاجات الموضعية اللي هي الكريمات، أو ممكن تكون بخاخ جيل كريم، يعني إنه علاجات موضعية تطبق مكان الآفة لفترة زمنية معينة. نحن دايما مننوه على المرضى أنه حتى بعد فترة الشفاء يستمروا بالعلاج كمان أسبوع، ومو بس يكتفوا أنه يدهنوا البقعة كمان يدهنوا حواليها 3 سنتي حتى نضمن إذا كان في نحن عندنا أبواغ موجودة بالجلد المحيط أنه يكون صار عندنا تصبيط أو قتلنا البكتيريا بشكل نهائي. في بعض الحالات لا ما بيكتفي المريض، ما بيصير عنده شفاء على العلاجات الموضعية، فمنضطر لعلاجات فموية جهازية مضادة للفطريات. هلأ الفطور اللي بتصيب الأظافر يدين أو قدمين واللي بتصيب فروة الرأس هدول فوراً نحن بنعطي فيهم علاج فموي جهازي إضافة للعلاج الموضعي. السعفات اللي ما عم تتحسن على العلاجات الموضعية، السعفات الناكسة يعني اللي عم تتكرر كتير كمان نعطي فيهم علاجات جهازية. هدول معظم يعني هدول بشكل عام، يعني كل مريض مدرسه بحالة مستقلة. يعني طيب دكتورة هل في إلها مضاعفات؟ يعني ممكن يكون في إلها مضاعفات أخطر من أنه هي بس مجرد ظاهرة ونحن بدنا نعالجها، أو لا ما بتأثر على شيء تاني بالجسم؟ هلا إجباري نحن لما عم نترك هاي الفطور ممكن إنه هي تنتشر أكثر، تتوسع أكثر، تنتشر لأماكن تانية. معدية من شخص لشخص؟ طبعاً هي معدية من شخص لشخص، لأنه هو أوريدي المريض أخذ نتيجة عدوى، يعني يا تلامس مع شخص مصاب، يا أما مع أدواته الشخصية، يا أما مع الحيوانات اللي هي مصابة واللي هي عايشة عنده بالبيت، أو تلامس مع الأوساط، أو خلينا نقول مثلا مثل المزارعين او بيربوا حيوانات، دايما هدول بياخذوها من التربه ممكن انه هن ينعدوا منها. هلا ممكن يركب عليها انتان جرثومي ثانوي، يعني هي افه فطريه وبترجع بتلتهب، فهون بتصير الافه مؤلمه اكثر، عم بتنز عم بتقيح، ممكن تتحول لالتهاب نسيج خلوي. الناس المضعفين مناعيا او اللي عم ياخذوا مثلا علاجات كيماوي أشعة، اللي عندهم مثلا سرطانات، ممكن جسمه لكتر ماله مصبط مناعيا تدخل مثلا تنتقل للأعضاء الداخلية. اللي بتصيب الأظافر كمان السعفات بتلاقي بعد فترة انه شكل الظفر صار فيه تشوه، فسام تلاقي صار هو سميك، ما بقى عم يطلع ظفر طبيعي. فنحن اساسا هو المريض لما بيشوف اي بقعة بجسمه مباشرة، يعني ما رح ينطر عليها فترة كتير طويلة لحتى تعمل له هالاختلاطات وهالمضاعفات.
طيب خلينا قبل ما نروح لنوصل للعلاج للمضاعفات خلينا نروح للوضع الوقائي، يعني اليوم نحن كيف قادرين نحمي أنفسنا نحمي أجسادنا من هاي الفطريات؟ الأهم شيء النظافة الشخصية، ما نستخدم الأدوات أو الأشياء الشخصية لشخص نحن بنعرف هو مصاب، خاصة الصبايا اللي بيروحوا على الصالونات بنرجع بنحكيها أنه كتير كتير ينتبهوا لموضوع العقامة، هالأدوات هي اللي عم تستخدم مثلاً لإلك أنه هي فعلاً كانت معقمة، لأنه نحن ما بنعرف الشخص اللي قبلته إذا كان هو مصاب أو لا. هلأ كمان في نقطة كمان حابة نوه عنها، أنه في كتير مثلاً صبايا بيعملوا لحمية أنه بيشيلوا طبقة الجليدة اللي هي بالأساس بتحمي الظفر، يعني ما بتخليه يكون مدخل سهل للإنتانات الجرثومية والفطرية، فكمان هذا غلط كتير شائع. الجل بوليش كمان، هالأجهزة اللي منفوت فيها إيدينا مشان نحن نثبت اللون وننشفه، كمان هي كلها ممكن أنه تكون مصادر للعدوى. الناس اللي بتروح كتير على ساونا، مسابح، الجيم أو الأندية الرياضية، كمان بيستخدموا الحمامات اللي ممكن تكون مشتركة، كتير منفضل أنه ما يمشوا من دون أحذية، يعني أنه لما تكون أنت عم تمشي حافي القدمين يعني وببيئة رطبة يعني هيدا النوع من الفطور كتير بفضل الرطوبة والحرارة المرتفعة، كمان تكون عم تنتقل لهم العدوى من هاي المصادر. في كتير ناس ما بيكونوا منتبهين لهي القصص، يعني أنه هاي الأماكن هي مصدر انتقال العدوى لإلهم. أكيد معلومات مهمة جداً اليوم قدمتي لنا يا عبنا، نتشكر وجودك معنا. أكيد نتمنى الكل ينتبه لأنه هاي تفاصيل هي بسيطة ولكن ممكن تأثر عليهم. شكراً كتير لك. أهلا وسهلا دكتورة هلا الحوش، شكراً لحضورك اليوم، بسطنا فيك إن شاء الله. هيك مثل ما قلت سلمى، رمضان على الأبواب ودائماً أنت ضيفتنا اللي بتعطينا دائماً المعلومات، نحن كيف قادرين نقطع شهر رمضان بأقل خسائر الشعر الجفاف صح الصيام يعني. شكراً رمضان كريم، أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، نهاركم سعيد. هلا أما نحن سلمى وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله هيك كانت فقراتنا على ذوقكم وقدرنا من خلال هذا اليوم نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية، والأهم نكون ضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم. كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، وأكيد للمعدي الجميلة هزار، يسعد صباحك، ولكل الكادر اللي رافقك بالكنترول. شكرا لك يا سلمى. شكرا لك. للسبت. للسبت. شكرا. شكرا لك رشا شريكتي اليوم بالحلقة، وأكيد مشاهدينا دائما نحن رح نكون معكم بحلقات. بكرة الجمعة بيكون في بيست أوف لأبرز المحطات اللي مرقت خلال هذا الأسبوع معكم. السبت نهار جديد مع أيضا زملاء جداد وأيضا معلومات جديدة. لا تنسوا تراسلونا لأي موضوع بتحبوه، هذا آخر خميس طبعا هذا الشهر قبل شهر رمضان المبارك. يا رب يكون خير على بلدنا وخير علينا، وإن شاء الله يا رب نقدر نساعد بعض، لأنه نحن بحاجة أنه نساعد بعض ونكون رحمين على بعض. تضلوا بألف خير. باي باي.